من انواع المتغيرات انه انت ممكن تعرف متغير بنسميه ثابت، متغير ثابت او final variable. الفاينل variable بتعرف بالطريقه التاليه، final، وكلمه final كلمه محجوزه reserved word، final integer x بتساوي 5. هذا الفاينل ممنوع خلال تنفيذ البرنامج تعدل قيمته خلال التنفيذ. يعني مثلا انا حابب هنا اعمل معادلة انتجر y بتساوي الاكس زائد الثلاثة، وبعدين بدي اطبع القيمة، بدي اطبع القيمة، بدي اقول له y تساوي ايش؟ y. هيك حيطبع النتيجة، تمام؟ اشتغل، حيجي ويطبع ويقول لك بتساوي 8 لانه جمع الخمسة مع الثلاثة، تمام؟ طيب لو جينا هنا فتحنا السكانر قلنا له لو سمحت هاي الاكس اللي فوق اللي هي فاينل بتساوي السكانر دوت نيكست انتجر، تمام؟ وبعدين حبيت اعمل المعادلة تاني، اقول له الواي بتساوي اكس زائد ثلاثة، وبعدين بدي اطبع النتيجة بعد ما انا خليت اليوزر يعدل. في الحالة هذه هل حيسمح لليوزر يعدل قيمة الاكس؟ الاصل لا، لانه اكس مالها؟ ثابت. تعال نشوف ايش طلع لي. سينتاكس ايرور، يعني من اساس القواعد ما بينفع انك تخلي الفاينل يتعدل، مش بسيبك كمان تشتغل وبعدين بقول لك في خطا، لا، من اساس قواعد البرمجه انه ما بينفع انت المتغير الثابت، شوف cannot assign a value to final variable x، ما في امكانيه انت تعطي قيمه لمتغير ايش؟ فاينل. واضح؟ يبقى وين الخطا هنا؟ من غير ما اشاور انا على الاوبجكت هذه، هذا الخطا، ما بينفعش تخلي اليوزر يعطي قيمة لمين؟ لا، المتغير الفاينل، للمتغير الفاينل. وين بنستخدم المصطلح الفاينل؟ وين بنحتاجه؟ غالبا بنحتاجه في المتغيرات او في القيم الثابتة في الرياضيات، زي مثلا الباي، زي مثلا الباي، تمام، اللي هي في مساحة الدائرة. واضح؟ اي ثابت من الثوابت اللي بنتعامل معاها في البر في الـ في الـ في الرياضيات او في اي شركه من الشركات، اذا كان في رقم ثابت عشان ما اخلي حد يغيره بحطه ثابت، بحطه فاينل، تمام، بنحطه فاينل.